الجلال العظيم التاريخ بيسجل هالحكي. الجبهة مفتوحة وكل مين يقدر يحمل سلاح، اللي عنده 10 طلقات فهو مشارك، واللي عنده نص طلقة، اللي عنده أصمة، اللي عنده رفش، اللي عنده منجل، الكل بيطحش على الساحة. الكل هذا لا نستثني حدا، وشعارنا المشاركة للجميع. مين ما بده يجي أهلا وسهلا. الساحل 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 حاجة يعطونا أبر بنش، والله جاي بيكون سلاح. لك يا عمي عند النظام مليون سلاح، منخلصوا السلاح ومنقاتلوا فا. وحاجتنا بقى وينك أبر بنش؟ هذا بيحكي هون بيطلع لنا واحد على التلفزيون. نحن سكتنا كثير، هلا ما بدنا ما بدنا نسكت. هلا معك عباي بيجينا واحد بيطلع لنا على التلفزيون بأنه والله جايكم مدد وسلاح. لك وين السلاح انت قاعد باسطنبول وبالمانيا وبتركيا وبهالمحلات هاي؟ يا اخي كل العالم معنيه بهذا الموضوع، والجهاد صار فرض عين. ما حد يقول انا مالي علاقه، كل واحد ماله علاقه مع انتصار. الكل له علاقه. واهالينا بالبلد شو وضعهم؟ واهالينا بالبلد بدنا نفرحهم ان شاء الله، وبدنا نهجم لا اخر رجل فينا. هجوم قاسي، ما حد يستثني حدا. اللي بيشارك اهلا وسهلا، وينك؟ كل واحد طويل قصير ناصح ضعيف كله يهجم، كله بيلزم. والله العب يصب مي مهجوم، والله العب يصب مي مهجوم. وحاجتنا بقى نفاق، والله عم نضحك على حالنا. يقولوا لك والله ما معنا سلاح، كذابين كلياتنا معنا سلاح كلياتنا، بس هذا تابع لعجلته وهذا اسمه معلم حكا. ولا قولوا ما تفتحوا جبهه الساحل، اخواننا محصورين باللاذقيه. لك هن ميتين وميتين على الدنيا. السلام بقى بيموت بيموت اللي بيعيش يعيش. السلام هذا صار حاجتنا خطه كبير، حاجتنا كبيره. بيجي بيعملنا خطه، والله ما بتضرب هالبرج لا تضرب هداك البرج. هداك اليوم قال تحويل حمص بدنا نربط له اياها. لعمه شو هالخنوع هذا؟ في اكثر من هيك؟ لك يا عمي اهجموه، بدنا نموت. والله القذيفه اللي اسمك عليها بدك تموت فيها، والله بدك تموت فيها. شو ناقصنا؟ كل واحد مننا بياكل بطه خبز. ليش هالخبز هذا؟ الله جعلنا ناكل رصاصه وسام. هالخبز هذا بدك حرام، والله بدك مش عرفت كلامي؟ هي متعامله مع النظام، وكل يوم بدنا نمشي معاها منطمنه. والله الختايره بدنا نمشي خالصه. حتى الختايره اللي عندك حاجه حاجه، والله حاجه حاجه نصرنا لن يلوح النصر إلا بالنضال.